مرحبا بكم عندي. البداية ديالي جداتي أصلا كانت خياطة، ماما خياطة، ألوغ حتى أنا خرجت خياطة، غير هو شوية أنا درت دخلت مودرنيزيت القفطان المغربي شي شوية. بديت من صغري تقريبا اون باراليل مع ليكول، من تما من بعد جي بخي مون باك ابخي درت التخصص في الصالة وتصميم الأزياء. في هذا الدومين خدمت مع بديت بشويه بشويه، اي ابري جي ترافاي افيك دي زارتيست دي شانتوز دي ستار دو فوالا ماروكين اي اوكسيدونتال اوسي. اللمسه ديالي هي الطرز الرباطي، جونغ الطرز الرباطي لا ماجوريتي ديال لي توني ديالي كتلقاي فيهم الطرز والتنبات ضروري. هذا الطرز الرباطي لاني الجذور ديالي مكناسيه، الوغ هادشي كان معروف عندنا في مكناس، كلشي البنات كيتعلموا الطرز. ماما جابت هذاك العاده ديالنا، واخا حنايا عشنا وكبرنا في كازا، جابت هذيك العاده ديال ضروري خاص يكون الطرز. الوغ داكشي علاش انا من صغري وانا كنشوف الطرز قدامي، داكشي علاش كنحماق على الطرز، كنبغي نشوفه في بزاف لي توني ديالي كيعجبني. الاسماء اللي تعاملت معاهم كاينه دنيا باطمة، كاين اسماء المنور، وكاين ممثلات اخرين مغربيات. اسماء المنور مؤخرا لبستها قفطان اللي نال الاعجاب ديال الناس كلهم، كان حتى هو فيه الطرز والتنبات، هو عباره على قفطان بالكمام ديال التول مطرزين منبتين بثوب كريب دو سوا بالطرز بالسقلي ارجونتي، بالخدمه حتى هي ديال السقلي ارجونتي. المضمه ديالته حتى هي كانت مرصعه بنفس الاحجار اللي مرصع بهم القفطان. من بعد عاوتاني كنت عاوتاني لبستها في نفس السهره، لبسه واحده اخرى مي هي شويه مودرن كو تراديسيونيل ماروكان، هي فيها اون بيتيت توش ماروكان، عباره عن غوب قندوره مرصعه طون سور طون نوار ومرصعه بالاحجار بالالوان، باش هي جات عباره عن كسوة اكثر من هي قندوره باش تخليها تحرك في المسرح بكل سهوله. اسماء حتى هي يعني كتجيني رمز ديال القفطان المغربي، القامه ديالها خصوصا دابا منين كيف ما كتلاحظي فقدات وزن ولا عندها تبارك الله واحد الرشاقه دابا، واحد الطوله اللي كتخلي القفطان ولا كيوالمها اكثر من الاول، لا بالنسبه للوقفه ديالها كيفاش كتحرك حتى مع وجهها، يعني الصراحه تبارك الله عليها. الا تكلمنا على الجلابه كنقولوا لي تيسو فلانيل مليفه، الزواق ديال المعلم طون سور طون، هادشي اللي دارج دابا وموضه الزواق ديال المعلم يكون طون سور طون. اللبسه ديال الحضور ساتان دو سوا، ساتان دوشيس، كريب جورجيت، هادو هما لي تيسو اللي دابا كاينين فصل الخريف، يعني المسلين وداكشي صافي المسلين مشات الوقت ديالو مع الصيف. الالوان اللي دارجين دابا ديال فصل الخريف هما اورانج فيغ موطا، هاد الالوان اللي كنا نسيناهم شي شويه غادي نبداو نرجعوا ليهم ان شاء الله في هذا الخريف. ان شاء الله بالنسبه لهاد السنه غادي يكون عندي ديفيلي في لافان نوفمبر، غادي يكون عندي ان شاء الله في دبي ديبي جانفي ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي يكون عندي ديفيلي واحد اخر في لي زيتازوني في فلوريدا.